السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي القناة. من الآخر خلاصة، لو أول مرة تشوف فيديو ليا يا ريت تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب. في زر أحمر كده تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك لونه أحمر، مكتوب عليه كلمة اشتراك، ولو أنت يعني من مدارس اللغات مكتوب عليه سبسكرايب. متابعين الكرام، طبعا يعني خلاص بقى هقول تاني، اضغط اللايك، ارزع لايك متين في الفيديو، وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي. متابعينا الكرام، الجولة السادسة من الدوري الإيطالي هتبدأ بإذن الله تعالى اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 وتنتهي يوم الأحد 2 نوفمبر 2020، عذرا يوم الاثنين 2 نوفمبر. مباريات السبت، الأول الفيديو هيكون بتوقيت مصر وليبيا والسودان. لو حضرتك عايز توقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، هتزود ساعة على توقيت الفيديو، زود ساعة. يعني مثلا مباراة كروتوني أمام أتلانتا ميعادها الساعة 4 العصر، هتكون عندك الساعة 5 العصر أو 5 مساء، يعني حسب العصر عندك بيدن الساعة كام. لو أنت عاوز توقيت الإمارات وعمان هتزود ساعتين، في 4 العصر أو 4 مساء دي هتكون 6 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وهتكون الساعة 3 عصر أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، يعني هتقلل ساعة، وهتكون الساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، يعني هتقلل ساعتين على توقيت الفيديو لكل مباريات. بقى زي ما قلنا كروتوني امام اتلانتا ميعادها الساعه 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 4 ومعلق المباراه نوفل الباشا. انتر ميلان هيلعب امام بارما، وعملنا لها طبعا فيديو لوحدها. المباراه ميعادها الساعه 7 مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 4 ومعلق المباراه حفيظ الدراجي. بولونيا هتلعب امام كالياري الساعه 9:45 دقيقه او 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 4 ومعلق المباراه صور الذهب. مباريات يوم الاحد 1 نوفمبر بقى، اودينيزي هتلعب امام ميلان الساعة 1:30 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 4 ومعلق المباراة علي محمد علي. تورينو هتلعب أمام لاتسيو الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر، والقناة الناقلة هي قناة بي ان سبورتس اتش دي 5 ومعلق المباراة جواد بدة. سيبيزيا هتلعب أمام يوفنتوس، دي مباراة قوية لأن يوفنتوس أعتقد رونالدو راجع، وسيبيزيا لأن تري هنري من الفريق، يعني من المعدين للفريق، ممكن يكون هو المدرب المساعد او ممكن يكون المدرب اصلا، انا ما خدتش بالي قوي. يعني المباراه بين سيبيزيا ويوفنتوس ميعادها الساعه 4 العصر او مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 4 ومعلق المباراه ورؤوف خليف. روما هتلعب امام فيورنتينا الساعه 7 مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 4 ومعلق المباراه محمد بركات. ونابولي هتلعب امام ساسولو الساعه 7 مساء ايضا بتوقيت مصر، كان الناقلة بين سبورتس اتش دي 5 ومعلق المباراة أحمد فؤاد. سامبدوريا هتلعب أمام جنوا الساعة 9:45 دقيقة مساء بتوقيت مصر، 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر، كان الناقلة بين سبورتس اتش دي 4. يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 هيلاس فيرونا هتلعب أمام بنفنتو الساعة 9:45 دقيقة و10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر، كان الناقلة بين سبورتس اتش دي 4. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة، قدمنا لكم موعد او مواعيد مباريات الدوري الايطالي الجوله السادسه. اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.